يا مساء الفل والفل اللي عليكم، توحشكم بزاف بزاف وعارفه طولت عليكم الغيبه هاد الايامات لمده شهر. معليش كنا عندنا ظروف، ومحمود كيف ما كتشوفوا كان في الايام صعيبه، كنا في الطبيب وعاود رجعنا للطبيب، فشهر داز علينا كحال الحمد لله على كل حال. كيف ما كتعرفوا كنا من فرحه البيبي ومن اسبوع ومن تقلبت حياتنا 180 درجه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على الصحه، الحمد لله على كل نهار كنفيقوا فيه وصحتنا مزيانه وكنقدروا نوقفوا وكنقدروا نهضروا وكنقدروا نتنفسوا. فالهلا يحرم كل واحد من هذه النعمه ان شاء الله. محمود كيف ما كتعرفوا النفسيه ديالو كانت خايبه بزاف، حيت يعني ماشي سهل على الواحد انه طايحه تعمل فيها هادشي كامل، هاد المضاعفات كاملين، وتقول له فجاه هو ما عندوش معذر ولا انا عندي معذر. يعني دائما حنايا برا كنخرجوا كل نهار، يعني كتجبرنا قاتل في الدار فجاه كنخرجوا نبدلوا الجو، هو متعودش على هاد الشيء. ففجاه انت تجلس في الدار ما تقدرش تنوض، ما تقدرش تعمل الاكتيفيتي اللي كنتي كتعملو مول الفوم، ما تقدرش تمشي لخدمتك، صافي جلستي من الخدمه. هاد الشيء كامل صعيب على الواحد، والله يكون معاه، والله يرأف بحاله يا ربي. كنشكر كل واحد كيصيفطنا في الانستغرام، في الفيسبوك، في التيك توك، هنا في التعليقات ديالكم في اليوتيوب، كيسقسي علينا وكيسقسي على محمود كيف بقى. حنا عندنا فتحت معكم النهار ديال الفيديو باش نطمنكم على محمود. هو هاد الايام شويه النفسيه ديالو بدات كتحسن، حيت خليته يطلع لايف في التيك توك، خليته يطلع لايف في الانستغرام باش فهضر مع احبابنا، بغيروا له النفسيه ديالو شويه، فرجع فيه الضوء بحال اللي كنقولوا. فدابا كالعاده هو جالس في البالكون كيقيل نهار، جالس هاد الجلسه من الصباح تاني الليل هو جالس على هاد الجلسه كيشوف، ما عرفش كيشوف السماء، كيشوف الهواء، كيقول لي كنبدل شويه النفسيه ديالي، يلا نشوفوا واش كيعمل ونغيروا النفسيه ديالو. حوده يا حوده يا حود حود، النهار سالا وتناشني وجالس كتعمل في البالكون عادي. كتجيب الليل كامل النهار، قلنا كنشوف الشميشه وتشوفك الشمس وتاخذ شويه فيتامين دي، والليل شنو غتاخذ منه؟ ما فيش، الليل مستني النجوم تطلع. يا راجل ده ايه ده؟ في نجوم، في نجمه معاك وانت بتبص على النجوم. صح كده؟ صح كده؟ ده ايه الفيديو ده؟ ده فيديو على اليوتيوب، انت طمنت الناس كلها بتاع الفيسبوك وبتاع التيك توك، بس ما طمنتش الناس بتوع اليوتيوب. يوتيوب، واحنا عندنا قناه على اليوتيوب، ده انا كنت قربت انسى والله. والله والله قربت انسى. طيب الحمد لله. اديهم التحيه بتاعتك. تحيه ايه؟ التحيه بتاعتك. السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. مساء الفل فلالي، ازيكم عاملين ايه؟ مش كده، حماس اكتر. والله لا، ما حماس لسه مش دلوقتي بقى. لما حماس يجي ان شاء الله اوعدك ان انا هجيبه واجي باذن الله. طب احنا بنعمل الحماس. الحمد لله، الحمد لله مستناه يجي. الحمد لله ان وصلنا لغايه كده، يعني الفتره اللي فاتت كانت اصعب من كده، والحمد لله يعني نحمد ربنا. نحمد ربنا يعني اللايف شويه غير نفسيتي والله كتير، ووجودكم معانا صراحه غير في نفسيتي كتير، وبشكر كل الناس اللي سالت عليا من قريب ومن بعيد، واللي بعتت لي في رسائل سواء على كل المنصات بتاعتي، الحمد لله صفحاتنا، مشاهير السوشيال ميديا ما شاء الله عليهم كلهم اللي بعتوا لنا. طبعا ان شاء الله باذن الله هعمل لهم حلقه كامله عشان خاطر اذكرهم بالاسم، الناس اللي افتكرتنا وبعتت لنا، كل الشكر ليهم ولمحبتهم، وربنا ربنا يحبب فيهم خلق اكتر واكتر واكتر واكتر. اللهم امين. الشده اكيد طبعا، الشده بقى اكيد، الشده بينت حاجات كتير جدا، وبينت مين اللي قريب منك ومين اللي حبيبك ومين اللي صاحبك ومين اللي بعيد عنك ومين اللي مصاحبك عشان خاطر مصلحه، ومين اللي مستني منك مصلحه، ومين اللي بيحبك عشان ذاتك. الشده بتبين حاجات كتير يعني، والحمد لله على كل حال. واحنا لما بدانا زي ما احنا ناس بسيطه، ناس غير متكلفين، ما بنحبش التعالي، بنحب البساطه، اتعامل معانا ببساطه هتلاقينا ابسط من البساطه، وده اكتر حاجه احنا بنفضلها يعني، اللي هي البسيطه. شعرك ستايل شعري؟ أيوه. ستايل شعري ده من قله الحلاقين يعني. محمود من كتر ما فيش حلاقين يعني فربطت شعري. ينزل دلوقتي
فانا ايه قلت له تعالى فلم اعمل لك لا ستايل فلم جديد اه فلمت لي فلمت مصلحة. لي اه فلمت لي شعري يعني انا ما تمام. اعرفش احلق بصراحة. فالحمد لله على كل حال، وبرجع بطمن الناس كلها ان الحمد لله يعني ايوه الفترة فترة بتعدي، كده محتاج الحمد لله دعواتكم عشان خاطر بس ارجع تاني، ان انا اقف ماشي على وراك على رجلي رجلك. واقدر امشي تاني بإذن الله. الموضوع لسه يعني طويل شوية، رحلة طويلة شوية، بس بإذن الله احنا قدها ايوه يعني، كل هنحاول حاجة بقدر تمام ان الإمكان. شاء الله. ويعني بنشكر ربنا دايما في السراء وفي الضراء. كلكم بصراحة على راسي، كل الناس اللي سألت عليا على راسي، بعت لهم رسالة شكر ده من والحمد كتر لله. الرسائل والله احنا اسفين اللي ما بنردش اللي عليك، احنا بقدر ارد اسفين عليه لو والله، زعلت. يعني انا قعدت كام يوم كده ماسك الرسائل كل شويه عمال برد على الناس والله، معلش انا عن يعني نفسي ما يعني يعني كنت لا لا بس برد على اقدر يعني اكمل اللي اقدر عليه، لانه انا ما بين محمود ما بين البنوتة كتر خيرها مريم فعذروني والله، كتر فمش خيرها مريم والله بصراحه يعني. فالحمد لله على كل حال، الحمد وبشكر لله. بشكر كل الناس والله ناس بصراحه. بتقولك ابتسم، ابتسم، ايوه ما تكشرش، ما انا حرام، والناس ببتسم. بتزعلهم عشان انت مكشر. فاحنا احنا متعودين ان احنا ندي باور ندي والله ايجابيات للي قدامنا، ما نديش سلبيات ابدا والله حتى من معلش، اللي ان فينا شاء عيب. الله فترة بس وتعدي بإذن الله، وإن الحمد شاء الله لله نرجع ندي إيجابيات تاني، وندي طاقة إيجابية، وندي خمسة محبة، جنيه هات 5 جنيه وندي 5 جنيه بإذن الله. يوم سهل إن شاء يوم الله بإذن سهل الله، فترة بس وتعدي تمام، وإن شاء الله يا ربنا. جماعة. اقترحوا علينا نعمل اكتيفيتي ايه معاكم، وفيديوهات ايه عشان نغير من نفسية محمود ونغير اكتيفيتي من بالكرسي نعمل اكتيفيتي بالكرسي. هم يقترحوا علينا الاكتيفيتي اللي هيجي ما يا بقى مع بالكرسي يا الكرسي يا بالعكازات، بالعكاز، ايوه يا بالكرسي عشان يا بالعكاز. نطمنكم على محمود وبنفس الوقت نغير نفسيته معاكم. فاقترحوا علينا عايزين تشوفوا ايه فيديوهات، واحنا في البيت طبعا ما نقدرش نخرج ولا ندخل، فايه واحنا في البيت ومحمود قاعد. ف ده اقترحوا هتبقى علينا ايه لك افكار تيجي هتبقى ايه على قدنا. هتبقى ايه الاكتيفيتي دي ها اللي ما فيهاش اي ما انا حاجة؟ هنشوف الناس اذكياء طيب يطلعونا اكتيفيتي طبعا يعني عشانك ماشي خلاص، الناس بتحبه. طلعوا لنا فكرة كده ايوه نصورها لكم، نصورها. مش عايزين نغيب عليكم كتير، بيكفي الشهر اللي غبنا عليكم والله. فمحمود نفسيته اصلا وحشة عشان هو ما بيصورش ومتعود على التصوير ومتعودين على التجديد، فهو نفسيته كمان وحشة عشان ما بيصورش ما بيطلع لكمش وما بيشوفش يعني ردة فعل من فيديوهاتكم. فهو محبة الناس طبعا، حبيت الناس دي كنز ربنا ما الحمد يحرمش حد منها. ف اللهم امين. احنا بنعلى بيكم وبنطمن بيكم وبنشتاق يعني بنتشافى بيكم كمان بنتشافى صح؟ طبعا الحمد لله. انا كنت بتشافى والله، والله الايام اللي فاتت انا كان جبت فانا الشفا، ايه؟ جبت شفاشيف صغيرة كده وكنت جاية بتشافى فيها. لا هو خفى مصر مش هنستحمل لا ما دي الخفاشيح بتاعت مرض دي، ما يعني لا على المريض سفة حرج. مرض دي لا على المريض حرج يعني، ماشي فأقلش زي ما انا عاوز بعد معلش اذنك معلش يعني. مريض وهنستحمله استحملوني هنستحمله بعد اذنك يعني. لما تقوم ان شاء الله بالسلامة ان شاء الله. بالظبط، ساعتها بقى ايه حاسبوني. يلا ألف سلام عليكم، الله يسلمك أشوفك الفيديو الجاي حبيبنا في كل مكان. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في فيديو جاي بنفسية احسن ان شاء الله. دعواتكم لينا زي ما انتم عودتونا دايما، بتسندونا وفي ظهرنا. دلوقتي احنا قاعدين في البيت ما بنعملش اي حاجة، حتى عم الشغل نعمل شيء. ما عم نعمل شيء، حتى الدوام ما بنروحش الدوام. ان شاء الله باذن الله دوام فترة لله. تعدي، الدوام لله. بص احنا خلاص خلصنا خفة في بعض فهنتخانق بعد بالظبط كم يوم. بالظبط بالظبط. فإن وشوف شاء الله لنا حل. حبيبنا في كل مكان، نشوفكم بإذن الله على خير، ونشوفكم في فيديو دعواتكم جاي لمحمود. بإذن الله حبيبنا. باي باي باي. باي.